أنا وصلتني معلومة، معلومة سرية كلش. الله يستر معلوماتك. وشبه مؤكدة. أوكي. إنك السنة اللي فاتت اختفيتي تماماً على السوشيال ميديا، ما قمتي تنزلين ولا صورة ولا شيء المس أرب. سنة كاملة تقريباً أنت مختفية عن السوشيال ميديا وما تقولين شنو الأسباب. اللي وصلني إنك أنت مخطوبة من أحد السياسيين الكبار والمشاهير، وهو اللي منعك تماماً من استخدام السوشيال ميديا. وما أدري إذا هو نفسه اللي حكينا عليه بالخطوة السابقة. شوف ساري، أنا من النوع يعني أنا كلش أعزك، أنت تعرف هذا الشيء، بس أنا من النوع اللي حياتي أحب أبقيها برايفت يعني، فما أحب أتطرق لهذه الأمور. زين، حتى أكون أكثر يعني صريح وياك، أنت لحد هسه مستمرة تراوغين، ما تقولي لي أجاوب أو ما أجاوب. السياسي هذا أكبر منك بالعمر، أكبر منك فوق 10 سنوات. هو شوف، أريد أقول لك شغلة، هو أكيد السياسي يعني ما حيكون بجدي مثلاً، وأكيد راح يكون أكبر من عندي. أنا أريد نجاوب هذا الموضوع، ارتباطتي بسياسي خطبك وظليت بعلاقة ومنعك من السوشيال ميديا تماماً. ما أنا ما أريد أجاوب عن هذا السؤال، يعني هذا الشيء خاص بي. أنا أريد نجاوب. تخسرين؟ نخسر. ما يخالف، أكسب خصوصيتي. خلا أخسر. وسقطت مارينا من حبل الصراحة.